اتفضل. دلوقتي انا لو حبيت اتزوج زوجة ثانية طيب لازم افصلها على البيت كله، ولا ينفع ان انا احط مثلا الزوجة الثانية في الدور الثاني او الدور الثالث، يعني كلهم تحت بعض؟ المهم لها مكان مستقل ضاق واتسع، لان كل زوجة من زوجات النبي لها بيت. طب هنعمل ايه بقى في السلم؟ ها؟ السلم مشترك ما بينهم. مش مشكلة خلاص، بس المهم كلها شقة منفصلة. طب يا شيخ مثلا لو الزوجة الأولى مثلا علمت إن أنا هتزوج الزوجة الثانية والعربي كده هتخرب الدنيا، يعني جالك أهلي بكل جراءة يعني هلم عليك البلد كلها وتبهدل الدنيا، أعمل إيه؟ أعمل إيه في الموضوع ده؟ والله أنت حر، أنت قد المشاكل خلاص، خذ المشاكل واستعن بالله، ضعيف اسكت خلاص. لا ما انا والله يعني مقتنع، انا مش متزوج عشان خاطر شيء فيها او كده، حتى كمان انا قلت لها الرعايه بتاعتك على دماغي وكده، لكن تعدد الزوجات سنه. المهم النهايه انت النهايه ان انا اعمل فيها ايه؟ هي تخرب الدنيا وانا محتاج اتزوج اطلقها يعني مثلا يا شيخ، لو وصلت لدرجه انها تبهدل الدنيا الفريده اللي هي بتقولها. عندك اولاد منها؟ عندي 3 اولاد وانا عايز اتزوج الثانية، ولو رزقني الله واتزوج الثالثة اتزوج الثالثة. الله يعيننا وياك. الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تفاخروا اني اباهجكم الامم يوم القيامة. خلاص طيب، ما انت وتعدد الزوجات سنة مهجورة. خلاص المهم يعني المهم يعني انا هعمل معاها ايه؟ جرب بنفسك. يعني اذا كنت الشرع والدين في التصرف مع واحدة زي دي ايه؟ انت حر، اما انت بين الامرين يعني، اما ان تتزوج وتتحمل العواقب. اتحمل العواقب ده ست يا شيخ، هتضربك يعني العواقب؟ ما انا قلت مثلا اتعامل معها ازاي؟ ارزاقها عالجه مش هتسقط بره. ترزاقها عالجه؟ انا خايف ان هي اللي ترزاقك عالجه. لا الدرجات هي ممكن تبادل الدنيا يعني ممكن تفرج على الشارع ممكن، لان هي قالت انا ما تجيبهاش هنا في البيت وانا ما عنديش امكانيه ان انا ابني بيت ثاني كده. عفوا، اذا اتفرج عليك الشارع الا تخسره، اتفرج. ايه المشكله يعني؟ يعني اما تبهدل الدنيا وتصوت ولا كده ولا هعمل معها ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. انت اضرب نفسك.